إرادة هذا الشاب تنجح بتغيير مفهوم العوق البدني ليكون حافزا بدل أن يشكل عائقا له في سبيل تحقيق طموحه. فالكثير غيره ممن يمتلكون صحة أفضل يعانون عوقا فكريا وإن سلمت أجسادهم. عمري 10 سنوات تعرضت لإصابة بطلق ناري أدى إلى قطع بالعمود الفقري، سبب لي شلل رباعي غير كامل. بوقتها كنت صف 5 ابتدائي، طبعا بعد فترة علاج طويلة لمدة أكثر من سنة ونص، الحمد لله قررت أنه أرجع للحياة وأنه ما أستسلم أو أسمح أنه هالشي اللي صار أنه يحرمني من طموحي ومستقبلي وحلمي. صح، كنت أتمنى أنه أدخل، يعني أتخرج من الإعدادية وأدخل طبية، لكن أنه الحمد لله اجتهدت لحتى أقول أنه أوصل لشيء مقارب لطموحي وأني صغير. حاليا أني صرت كلية الصيدلة مرحلة رابعة، يعني إن شاء الله ما باقي لي شيء وأتخرج. الاجتهاد العلمي لم تكن صفة مصطفى الوحيدة، إذ يحدثنا عن هواياته الأخرى وبينها حبه للتصوير، فكاميرته ترافقه باحثا عن لقطة تثير انتباهه لتكون الكاميرا بمثابة النافذة التي يطل بها على الجمال أينما وجده. التصوير هو شغف وهواية، ردت أن يكون بجانب مهنتي بالمستقبل كصيدلاني. أي شيء، موقف أو صدفة تقابلك بحياتك، حلو أنك تصورها تسجلها لك تبقى لك ذكرى. الحياة ما تتوقف على شيء أو على ظروف معينة، مهما كان اللي يصير وياك ما يمنعك أن تكمل حياتك ومستقبلك. الحياة بيها فرص هواي، وكل الفرص تقدر تستغلها ومتاحة لك. وهالشي أنا سويته بحياتي، إنه كل فرصة كنت أشوفها أو أشوف بصيص أمل بسيط إلها كنت أستغله، وأبد نهائي ما فقدت الأمل. هي الإرادة في تحجيم العوق ومن ثم التغلب عليه، بغية الوصول إلى مستويات تجعل من المعاق أنموذجا للنجاح، وقصة تحكي وتحاكي ممن يعيشون ظروفا مماثلة. جميل الغزالي، قناة الرشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.